مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الحدث، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة الشروق نيوز. صحيح أن الحدث الذي يشغل بال الجزائريين هو إقصاء الفريق الوطني من مونديال روسيا 2018، ولكن الأربعاء، وأيضا كان هنالك اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة، وتم خلالها المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه أويحيى أمام البرلمان هذا الخميس. وأيضا في الأحداث اليوم، هذه الافتتاحية التي تضمنت لغة شديدة اللهجة، افتتاحية مجلة الجيش، والتي ردت على دعاة تدخل الجيش في السياسة ووصفتهم بالأقلام المأجورة. سوف نتحدث عن كل هذه المواضيع وضيوفي هذا المساء. دكتور سفيان صخري المحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ صخري. أهلا وسهلا. وأيضا الدكتور محمد بشوش المحلل السياسي، مرحبا بك سيد بشوش. أهلا بك. وسيكون معي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى بن عطاء الله، وهو البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني. ولكن أبدأ معك أستاذ سفيان صخري، ولنبدأ من افتتاحية الجيش أو مجلة الجيش اليوم، لأنه فرضت نفسها ربما في الساعات الأخيرة. يعني تصريح قائد الأركان الفريق جيد صالح ليس مفاجئا، هو قال هذا الكلام، قال بأن الجيش مؤسسة تحترم دورها الدستوري، ولكن اللغة المستعملة وكأنها لغة مباشرة وتحمل اتهامات كثيرة. ما رأيك حول الشكل أولا؟ أولا بالنسبة ل يعني ما كتب في افتتاحية مجلة الجيش، يعني عودتنا مؤسسة الجيش على مثل هذه يعني الكتابات المتعلقة بعدم إقحام الجيش في الحياة السياسية. أظن أن الحدة الموجودة مرتبطة بربما كانت رسالة واضحة لوزير السابق بكروح، لأنه نوردين بكروح لأنه كتب على في رسالة يعني على صفحة الفيسبوك، وكان فيها يعني اتهامات موجهة لمؤسسة الجيش، يعني ترجع إلى التسعينيات وإلى يعني أوقات سابقة. وبالتالي أظن لهذا السبب كانت يعني الإجابة بهذه الحدة وبهذه العبارات. لكن في قضية يعني إشراك الجيش أو مؤسس الجيش في الحياة السياسية، أظن أنه حقيقة أن للجيش مهام دستورية مرتبطة بحماية الحدود، مرتبطة بحماية السلامة الإقليمية والسلامة الترابية للبلاد، ولديه مهمة أمنية كذلك. لكن هذا لا يمنع يعني إذا كان هناك يعني عملية انتقال ديمقراطي أو انتقال سياسي، أن الجيش كمؤسسة أنه يرافق العملية السياسية أو كضمان يعني. نعم، هو ضمان وهو صمام أمان لحدوث أي انتقال ديمقراطي أو انتقال سياسي يعني تحت إشراف الجيش، دون أن يكون يعني الجيش متورط مباشرة في الحياة السياسية. لأنه حينما يعني حتى في، وهذا حدث في تجارب يعني دولية أخرى يعني في دول أخرى، أنه الجيش كان كمؤسسة ضامن حتى يعني يحدث الانتقال السياسي. ولكن هل فهمت أنت سفيان صخري على الأقل، هل فهمت من خلال الدعوات الأخيرة والتي تقول افتتاحية بأنها دعوات إلى انقلاب عسكري سرا وعلنا، هل فهمت أن أصحابها يعني يتصورون الدور مثل ما تتصور أنت، على أنه مرافق أو على أنه ضمانة، أم أن الدعوات فعلا كانت تدعو إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى دور أكبر، لذلك جاء الرد بهذه الطريقة؟ والله أنه اليوم الانقلابات العسكرية يعني في إطار العلاقات الدولية أصبحت صعبة، لأنه في العلاقات الدولية اليوم يعني بموازين القوى في العالم لم نعيش يعني تفاعلات سياسية كما يعني عشناها في السبعينيات وفي الستينيات. الأمور تغيرت في العلاقات الدولية. أولا الانقلاب العسكري، من يدعو للانقلاب العسكري حتى إذا يجسد فهو صعب. ثانيا قلت إذا ننادي بانقلاب عسكري فهذا يعني يخرج عن الممارسة الديمقراطية، معناها أننا نبتعد عن الممارسة الديمقراطية، والديمقراطي الذي يدعو إلى انقلاب العسكري فلا يمكن أن يلقب نفسه بأنه ديمقراطي، لأنه يدعو إلى أن يتدخل الجيش مباشرة في العملية السياسية، أن يتدخل الجيش في العملية الانتخابية. لا، هذا خطأ.
اليوم بالنسبه لل يعني من يدعو الى تطبيق الماده 102، لانه هذه ترتبط مرتبطه مع بعض بنداء تطبيق الماده 102، اظن ان من المفروض اننا في هذا الاطار نلمح ان يكون هناك التفاف الشعب حول تطبيق هذه الماده، لكن اظن ان يعني يجب ان يتوفر هذا الشرط اولا، هذا الشرط قبل وهناك كذلك قبل المغامره ثانيا هناك مشكل في تطبيق هذه الماده، هو انه حينما نقول ان الجزائر تعيش ازمه، يعني هناك يعني مشاكل لكن لا يمكن حلها، لهذا نقول ان الجزائر تعيش ازمه. لماذا؟ لانه كل المؤسسات التي من المفروض وعلى راسها المجلس الدستوري التي تحرك هذه الماده 102 هي يعني في يد الرئيس وفي يد زمره الرئيس، وبالتالي صحيح ان الرئيس والزمره الرئاسيه هم جزء من المشكل ويمكن ان يكونون جزء من الحل، لكن حينما نقدم فكره للشعب الجزائري يجب ان نقدم فكره قابله للتطبيق، ان تكون واضحه والا تستند، خصوصا ان الشعب يعرف جيدا في العلاقات الدوليه انتهى مفهوم الانقلابات العسكريه، يعني ربما اخر عهد بها كان لما شفنا التجربه التركيه وانتهت اعلاميا عن طريق البورتابل تستطيع ان تنهي الانقلاب العسكري، ولكن الرد الذي جاء في افتتاحيه الجيش اليوم ياتي ساعات بعد الرد السياسي ان صح التعبير عن على لسان رئيس البرلمان وايضا رئيس مجلس الامه حين تحدث عن المؤسسات الشرعيه وعلى ان الرئيس منتخب بطريقه ديمقراطيه. هل تعكس حاله الرد قلق السلطه من هذه الدعوات أم أنها فقط إجابة ربما لوضع النقاط على الحروف على الأقل من الناحية الدستورية؟ شوف، هو من الناحية الشكلية على الأقل، يعني افتتاحية الجيش هي لسان الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة والمؤسسة العسكرية، من الناحية الشكلية أن ترد مؤسسة على شخص فهذا الشيء غير مفهوم شوي، إما لأمرين يعني. ولكن هذا إن كان شخصا. لا. علشان يجيك. أيوة. مادام مؤسسة شكليا ردت على شخص، فعندنا احتمالين، إما أنها ترد على شخص وهي تعتقد أو لديها المعلومات أن الشخص يمثل جهة بحجم مؤسسة أخرى، لأن مؤسسة الأصل أنها ترد على مؤسسة، أو إما أنها دخلنا في حالة التهويل السياسي من طرف المؤسسة العسكرية. أما القول بأنه مؤسسة الجيش ترد على شخص ولو يكون وزير ولو يكون رئيس سابق ترد عليه وهو مجرد رد عادي، فأنا نستبعد هذا الاحتمال، وإلا رانا واقعين في حالة من الضبابية. الشق يعني الثاني، الأمر لا يتعلق بمقال هنا أو هناك لشخص واحد. شوف، لو نفرض هذه راح يكون عندنا مشكل، يعني هل يمكن مثلا غدوة أنا نكتب مقال على وزارة معينة فتطلع الوزارة وتطلع بيان ضد شخص كتب عليها مقال؟ فمن الناحية الشكلية مش بزاف مقبولة. يعني من ناحية المضمون، لما افتتاحية الجيش تضمن تقول بأن الأقلام هاته مأجورة، هذه افتتاحية جيش نادي بالدستور، أنت إذا وصفت أن هناك قلم مأجور فمفروض أن تكون كاينة متابعة، من الذي استعمل هذا القلم، جهة داخلية جهة خارجية؟ أم إذا وصلنا إلى أن مؤسسة كما الجيش تحط تهمة أن هناك أقلام مأجورة وينتهي الأمر كما قالوا نقطة إلى السطر، فما أعتقدش أعتقد أنه هذا اللغط السياسي بين قوسين وقعنا فيه بشكل غريب جدا، لأنه لما تربطوا بافتتاحية أو بالكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الشعب الوطني ورئيس مجلس الأمة أثناء افتتاح الدورة، فتحس بأننا نعيش حالة غريبة، وهي يمكن توصيفها بأنه الجماعة كلهم، يعني مؤسسة الجيش عبر البيان أو عبر المجلة، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عن طريق الافتتاحية، مش حابين يقولوا، حابين يثبتوا بأن الرئيس هو الرئيس، حابين يثبتوا بأن لا يمكن الوصول. وهذا يدل على واش؟ هذا يدل على حالة تخبط. أيوة. لا يمكن لرئيس من الشعب الوطني أنه يقول وأذكر بأنه لا يمكن الوصول. طيب إن لم يردوا تاني كنا راح نقول باللي كاين حالة سلبية في عدم التعاطي مع الأحداث. مع أي أحداث؟ مع الحدث الرئيسي اللي هو الشعب يلمس غياب الرئيس. التعامل مع حالة غياب الرئيس أحدثت هذا الإرباك، لأنه غريب يعني حتى في الرد هنالك إرباك. طيب نسأل مصطفى بن عطاء الله الذي هو البرلماني السابق عن جبهة التحرير معي عبر الهاتف،
وبعد الترحيب بك سيد بن عطاء الله، طبعا من يقرأ افتتاحية مجلة الجيش هنالك من يقول بأنها جاءت للرد على هذه الدعوات التي وصفت أو وصف أصحابها بالأقلام المأجورة، ولكن البعض الآخر مثل ما يقول سيد بشوش قد يتوجس من طريقة الرد والشكل وقد يشعر بالقلق على الوضع السياسي العام. ما تعليقك أنت؟ شكرا جزيلا الأستاذ قادة المحترم، وأشكر ضيفيك الكريمين. بالنسبة لهذا الموضوع هذا، نعم سمعت كلام ضيفيك عندما يقول مثلا الجيش الوطني الشعبي لا يمكنه أن يرد على فرد وعلى كذا، وبوكروح هذا ليس شخصية عادية بل هو مؤسس حزب ووزير سابق وسياسي معروف. أنا أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي لم يكتب هذه الافتتاحية، لم يكتبها للرد على زيد أو على عمر، ولكنها للتوضيح للرأي العام، وإن كانت فيها تلميح فلا بد وأن يكون التلميح، ولا نحمل الجيش الوطني الشعبي أكثر مما نحمله لبقية المؤسسات الشرعية. ثم بالنسبة للجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقحمه في صراعات سياسية وتجاذبات لم يؤسس من أجلها مطلقا. فيا جماعة ماذا بنا نخلو الجيش الوطني الشعبي، نخلوه في مكانته المحترمة، في مكانته القوية، في مكانته التي أعطاها له الدستور، في المكانة التي ورثها عن جيش التحرير الوطني. ما نبدأ في كل حاجة ندخله في الجيش، نخلو الجيش في مكانه، يكفيه فخرا هذا الجيش أنه يقوم بواجباته الدستورية على الوجه الأكمل بالأمس واليوم وغدا بحول الله تعالى. في العهد الماضي هو اللي كانت ليها بناء القرى وبناء السد الأخضر وبناء الطريق الإفريقي وبناء كذا، والآن فهو يقوم بواجبات يعجز جيش غير الجيش الجزائري. أقولها ليس فخرا ولكنها الحقيقة التي ينبغي أن تقال، يعجز جيوش العالم عن أداء المهمة التي يؤديها جيشنا الآن، لأن نحن نعرف جميعا أن المساحة الجزائرية الآن هي أكبر مساحة في أفريقيا كلها. كانت السودان ثم انقسمت، والآن أصبحت الجزائر، مساحة الجزائر هي أكبر مساحة على الإطلاق. وهذه المساحة التي يحميها من يحميها؟ هل يحميها بوكروح؟ هل يحميها حزب كذا؟ هل يحميها تجمع طيب. كذا؟ طيب سي مصطفى بن طبعا مع الإشارة إلى أن السيد بوكروح نحن نريد اسمه، يعني تخمينا على أنه هو المقصود بالرد، قد لا يقول سيد بوكروح هو الذي يرد عليه، ولكن أنا مش رد عليه، أنا راني مفهوم عندك، هو اللي ذكر هو أكيد اللي أكيد هو منش عليك أنت أستاذ بن عطاء الله، ولكن ربما يتحرك هؤلاء. أنت ذكرت شخصا ولكن هنالك تيار بأكمله. أشوف أنا لا دقيقة سي مصطفى اسمع لي السؤال من فضلك، هنالك تيار بأكمله يعرف الجيش ويعرف تركيبة هذا الجيش، ويبدو بأن ليس هنالك اختلافا كبيرا وقع منذ التسعينيات حتى الآن، وهو يعتقد بأنه يمكن أن يتدخل في السياسة. ولكن سؤالي هو، قبل قليل الأستاذ سفيان صخري قال بأنه حتى في عملية الانتقال الديمقراطي قد يكون الجيش ضمانة أو مرافق لإنجاح هذه العملية، هل توافق أنت على هذه النقطة أو على هذه المرافقة بالذات؟ شوف أنا نقول حاجة، وهو أن الجيش نتاعنا عنده صلاحياته الدستورية التي لا ينبغي أن يتجاوزها، عنده صلاحياته الدستورية، ثم وهو حماية البلاد
والدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة التراب وكذا وكذا. وهناك أحزاب، إذا كان الجيش الوطني الشعبي هو اللي نحمله قاعد المسؤولية، وعلاش الأحزاب اللي راها فوق بعضها بعض كل يوم، هذه هذا حزب كذا هذا حزب، وين الدور هو نتاع الأحزاب هذون؟ إذا كان الجيش الوطني الشعبي نتاعنا الدستور أخرجه من المجال السياسي. ممتاز. طيب ابقى معي، ابقى معي من فضلك أستاذ مصطفى بن عطاء الله، ولكن أعود بالسؤال إلى أستاذ سفيان صخري. المجلة أو الافتتاحية تقول هيهات المواطن الجزائري ليس بليدا ولا أحد يمارس الوصاية على هذا المواطن، ومصطفى بن عطاء الله يتهم الأحزاب بأنها يعني بدلا من تقديم البدائل السياسية تبحث أو تستنجد بورقة الجيش، يعني كيف ترى أنت المسألة؟ لا، من حق الأحزاب السياسية أن تتحدث باسم المواطن، لأنها ترفع انشغالات المواطن في الحياة العمومية، وهذا دور الأحزاب السياسية لأنها قنوات اتصال بين الحاكم والمحكوم، وبالتالي من حق الأحزاب أنها تتحدث باسم المواطن. لكن هناك أمر آخر، حينما نتحدث عن المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي ونتحدث عن المهمة الأمنية، احنا عندنا مشكل في الجزائر اليوم أننا ما زلنا ننظر إلى موضوع الأمن وموضوع الأمننة بأنها مهمة عسكرية، معناها عسكرة الأمن. اليوم الأمن لديه مستويات يعني جديدة، هناك الأمن الاقتصادي، هناك الأمن البيئي، الأمن السياسي وغيرها من المستويات الجديدة تاع الأمن التي يجب يعني أن نتأقلم معها. وبالتالي حينما تكون هناك أزمة، أزمة سياسية معناها تمر بها البلاد، يمكن نحن لا نتحدث عن إقحام المؤسسة العسكرية في انقلاب عسكري. نحن قلنا في البداية أن عهد الانقلابات العسكرية ما كاش حديث عن الانقلابات العسكرية، بقي فقط في بعض العقول أو بعض في بعض العقول. لكن اليوم احنا الشيء اللي نطلبوه أنه نخرج من عسكرة مفهوم الأمن، ونفكر بأن الأمن لديه مستويات مختلفة، من بينها الأمن السياسي، وفي إطار أمننة الجزائر سياسي يمكن للمؤسسة الجيش أن ترافق، لا ترافق العملية السياسية والانتقال الديمقراطي ولا تتدخل مباشرة. ولكن في ظل هشاشة المشهد السياسي، تعرف الجيش لما يدخل في عملية سياسية يكون يا ربي غير مرافق. نعم. مع هشاشة الوضع الحزبي والسياسي وغياب الوعي بصورة كاملة، نعم، المرافقة قد تتحول إلى شيء آخر، قد تتطور إلى تدخل. هنا العمل هو عمل أحزاب وطبقة سياسية، توعية المجتمع وتوعية الشعب هي عمل الطبقة السياسية والمنظومة الحزبية، هي التي في احتكاك مباشر في ظل ضعفها. إذا كنت تتفق معايا في ظل ضعفها وحالة الارتباك لدى هذه المعارضة، وتعطيل، باش ما نقولش المجتمع المدني مستقيل، وإنما تعطيل وظيفة المجتمع المدني، الجيش كمرافق قد يتحول إلى دور أكبر. هذا هو السؤال. لا، المشكل هو أنه لا يمكن للجيش أن يدخل في عملية انتقالية ديمقراطية حتى تكون طبقة سياسية هي التي تقود العملية. أوكي. هكا حتى تكون الأمور واضحة. شوف خويا، احنا لازم نتكلموا على حالة اسمها الجزائر، مش تكلموا على بلد آخر. أنا لست من دعاة تدخل الجيش في السياسة. الأخ من الأفلام أستاذ مصطفى يقول بأنه دعوا الجيش لمهامه الدستورية وابعدوه عن السياسة، وبالك هو اللي مش مبعد. خلونا نوصفوا الحالة السياسية اللي نعيشها الآن. كل هذه الرسالة وهذه مش مبعد. خليني من الرسالة. والتصريحات. خليني لا نتعاملوا مع وثائق وتصريحات. قبل من جيك للرسالة. ما نتعاملش مع النوايا ومع التاريخ. سامحني. قبل من جيك للرسالة. أليس الوضع السياسي الآن هو نتاج تدخل مؤسسة الجيش في مرحلة ما؟ في مرحلة ما، أوكي، ولكن الأمور تغيرت. خلينا نشوف. ألم تكن كل المراحل الفاصلة في تاريخ الجزائر من 62 إلى الآن مراحل سياسية كان للمؤسسة العسكرية يد فيها؟ لا أحد ينكر ذلك. احنا رانا حابين نتاكدوا من هذا الباب. قال لك يرافقوا لانه مستحيل. انا ما نكذبش على الشعب وكل جيش لا يتدخل، لا، ولكن اي نوع من التدخل، هل بالانقلاب العسكري؟ وشفنا نتائجها حتى في الاعراف الدوليه. بنغلاديش ما بقاش فيها انقلاب عسكري. هو ولينا احنا درك نهضروا ونتمنى اننا نستيقظ على مثل هذا. انا الشيء اللي يعني حاب الشعب يطمئن اليه، هل فعلا المؤسسه العسكريه بعيده عن التاثير في المجال السياسي ولا لا؟ أنت لما تشوف بأن الوضع السياسي الآن، ممكن حتى لما تقترب من السياسيين تحس باللي خايفين أنه يمارسوا سلوكهم السياسي بشكل مريح.
خايفين تأسيس الأحزاب له عدة قيود، نشطاء سياسيين قد تكون لهم أفكار تفق معهم ولا لا، ما عندوش الحق أنه يعبر عليها، مثلا كما صار اليوم بالنسبة لمن نادوا بتطبيق المادة 102. هل احنا قبل ما نشوفه هل الجيش يرافق ولا ما يرافقش؟ أكيد نحن ضد الانقلاب جملة وتفصيلا، لكن هل فعلا الجيش بعيد عن الوضع السياسي ولو بتأثير كيميائي فيزيائي من بعيد؟ ممتاز. طيب خلينا في السياسي، كيميائي ولا فيزيائي هنا، ولكن مصطفى بن عطاء الله، إذا سمعت الكلام وفهمت الأستاذ باشوش حسب فهمي أنه يقول لك حتى لا نزور وقائع تاريخية ولا نبدل الحقيقة، الجيش له تأثير شئنا أو أبينا على السلوك السياسي وعلى صناعة القرار. من هذا المنطلق تأتي هذه الدعوات وإن اختلفنا حول التسمية، حول الانقلاب وغيره، ما رأيك؟ والله العظيم فيه تناقض كبير، منا نقوله لابد من الجيش يكون مرافق في السياسة وفي التنمية وفي غيرها، منا نقوله باللي الجيش راه كذا وكذا. يا أخي شوف، بالنسبة أنا مش متحدث باسم الجيش، ولكن مواطن متابع لما يجري في وطني وفي بلادي. ولكن بالنسبة للكلام الذي قاله الأخ تاع الجيش، أنا نظن وأن الجيش الوطني الشعبي الجزائري المهام نتاعو محددة في الدستور، فلا ينبغي أن نحمله ما لم يحمله إياه الدستور. فإذا لو كان يخرج قيم مثقال ذرة على الدستور نبدأ الجيش راه دار والجيش صنع والجيش كذا، يا أخي هاو يخدم في الدستور، هاو ملتزم بالدستور، علاش نحلو في أفواهنا ونظلوا نتحدثوا؟ بالنسبة للأحزاب، لو كان أنا نقول حتى وأنا راني تابع الحزب جبهة التحرير الوطني تابع ليه، ولكن الأحزاب هذه أحزاب كلها انتخابات، لكن اللي راه قايم بالواجب نتاعو والله يا لو كان يخطينا الجيش انتخل علينا، لأننا احنا لاهيين بالحديث برك، بالكلام برك، بالبلاك برك، بالتباندي برك، ولكن اسمح لي سي مصطفى، إذا سمحت لي برك، إذا سمحت لي سي مصطفى نعم، اذا سمحت لي اسمع، عذرا على المقاطعه، لما تقول احنا قاعدين للكلام و كل، اذا كان تتكلم على المهام الدستوريه، فمن مهام الطبقه السياسيه انها تنشر الافكار وتتكلم، الحزب السياسي لما يتكلم ماهوش يقول في كلام فارغ، فمن بتقسيم المهام جزء من السياسيين مهمتهم انهم يتكلموا، انهم يطرحوا الافكار. راك قلت الافكار، يا ريت تسمح لي انا ثاني نقاطعك، يا ريت تكون افكار، ولكن هذه عبارات تخلي الدار، ما فيش افكار، ورا الحزب اللي راه يقدم لك انت فيه افكار، حتى انا مانيش عارف انت منتمي، على كل من خلال الحديث مانيش منتمي، لا مانيش منتمي، لا ابدا لا منتمي، من الحديث نتاعك منتمي الحزب اللي هو الجزائري لو سمحت لي. لا 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 لا، الجزائر هذه خدينا، وحنا رانا في مالي ولا رانا كاع من الجزائر. شوف ما كان والو، هذه نتاع هذا، اسمع، ما امنتنيش. نعم، يعني انا تكلمت كلام وعطيتك جمله ما صدقتهاش وتحبني نصدق كل ما يكتب. لا لا لا. مش انت راك ما صدقتش قاعد زاير، وانا ما صدقتكش قنتها. هدانا نتحدثوا برك، القضيه نتاع ماكش قاعد تما راك تتكلم وانا بعيد، راه في التليفون ثاني راه عنده قيمته. برك بالنسبه نتحدثوا في موضوع معين، وهي ان السياسي عنده الدور، ولكن واش تقول يا استاذ مصطفى، الرد اليوم حجم الردود، اذا كانت مبادره تاع الشخص يا سيدي 15 اشخاص، اذا كانت الاحزاب ضعيفه، فلماذا الرد يأتي بهذه اللغة؟ هذا شيء يخوف أكثر مما يطمئن. هذا هو يعني، خذها على مستوى تلقي المواطن البسيط غدوة لما يفتح الجرائد ويقرأ افتتاحية مجلة الجيش، دعك من الأحزاب إن كانت ضعيفة أو إن كان ليس لديها أفكار أو غيرها، أنا نتكلم عن المواطن. اسمح لي، على مستوى على مستوى العالم، على مستوى هناك الاساليب تختلف، الاسلوب تاع الائمه يختلف عن الاسلوب تاع الادباء، الاسلوب تاع الادباء يختلف عن الاسلوب تاع الاعلاميين حتى هما متقاربين، الاسلوب تاع العلمي يختلف عن كذا، والجيش هي عنده ثاني الاسلوب نتاعو، فلماذا نلوم الجيش على الاسلوب نتاعو؟ هذه كل جيوش العالم، ما هيش قيد الجيش نتاعنا، بل لكيد نهار اللي تقرا الافتتاحيه نتاع الجيش نتاع مجله الجيش تلقى فيها نوع من الليونه
لماذا؟ لأن الناس يريدون أن يقحموا الجيش في أمور لم يؤسس. ممتاز. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى بن عطاء الله. مباشرة وبطريقة كيدية وبطريقة عدوانية وبطريقة استفزازية. طيب شكرا لك، نكتفي بهذا. تفضل تفضل. الافتتاحية كاين وين خذوهم فغلوهم، وكاين وين كما قال لا ادخلوها بسلام آمنين. ماهيش الجيش هذه لغته، كما الإعلام، الإعلاميين ثاني عندهم الأسلوب تاعهم. إذا هذا الأسلوب تاع الجيش، وهذا الأسلوب تاع السياسي، وهذا الأسلوب تاع الإمام. الأساليب تختلف من شخص إلى شخص ومن مناسبة إلى مناسبة. شكرا لك. كلام صارم، والكلام الصارم هذا يا إذا ما جيناش من الجيش منين يجينا؟ يجينا من عند جمعية خيرية. طيب شكرا لك. الأكيد أن الجيش ليس جمعية خيرية. يعطيك الصحة أستاذ مصطفى بن عطاء الله، نائب البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني، على هذه المشاركة معي هذا المساء. وقبل ما نطوي الملف ونذهب إلى الموضوع الآخر سفيان صخري، يعني المسألة أنه افتتاحية الجيش هذه اللغة ربما قد يقرأها كل واحد بأسلوبه أو بطريقة فهمه وتأويله، ولكن هل تعتقد بأن الدعوات ستتوقف، أن هذه الافتتاحية ستقطع دابر المطالبين بالانقلابات، وهما يحكوا عن مطالب سرا وعلنا، وكأن هنالك معطيات أو معلومات لا نملكها بنيت عليها هذه الافتتاحية أو كتبت لأجلها؟ والله هذا مشكل، يعني مع تدخل هذا الأخ نلاحظ أنه حينما يتعلق الأمر بمؤسسة الجيش وكأنها القرآن الكريم، ثم ما نقدروش نفتحوا النقاش. ما لازم دوك لازم نخرجوا من العقلية هذيك تاع السونس يونيك، لازم الجيش مهام دستورية هكذا. لا، لازم دوك نفتحوا النقاش. دوك المؤسسة العسكرية، شوف في كل الدول، حتى الدول هذه اللي تمارس يعني ديمقراطية ومعروفة أنها دول ديمقراطية، كاين بعض الأمور بما فيها الأمور السياسية وبما فيها الأمور تاع العلاقات الدولية، الرئيس يجالس العسكر ويجالس خبراء في الأمن قبل أن يتخذ أي قرار، تحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يجب أن لا نتحدث عن المؤسسة العسكرية هذه أنها طابو، والمؤسسة العسكرية يعني يجب أن نغير ذهنية التعامل. لا، تغير الذهنية، هو مؤسسة عادية من كل مؤسسات، وإن كان دائما أقول لك تركيبة النظام تختلف من بلد إلى آخر، وحتى شروط عملية الانتقال الديمقراطي قد لا تتوفر بالشكل السليم، ديمقراطية سليمة. هذا هو مشكل عام في الجزائر. هذا يا العوامل الانتقال الديمقراطي مازال ما تحضرتش. كي تكون عندنا طبقة سياسية حقيقة يعني تسعى لخدمة عمومية، ومنظومة حزبية قوية تسعى لتغيير النظام يعني حقيقي، وين نحكيو على دولة مدنية، نحكيو على دولة مدنية صحيح، وان الجيش يمارس مهامه وتكون نقلة جيلية وتكون تغيير الثقافة سواء في المؤسسة العسكرية او عند الطبقة السياسية. ممتاز. طيب الموضوع الثاني له علاقة ايضا بهذه الافتتاحية، وهو ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اجتماع لمجلس الوزراء، وتم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. وسؤالي لك السيد محمد بشوش، يعني من يقرأ البيان خطوط عريضة، هذا هو برنامج الرئيس من تبون إلى أويحيى سلال بدءا أيضا بالبنط العريض. أيوة بالبنط العريض، وربما التفصيلات أو التفاصيل توجد بشكل قليل جدا في هذا البيان، وننتظر أن تظهر على أرض الواقع إن كانت هنالك اختلافات. ولكن برأيك هل تملك حكومة أويحيى رؤية مختلفة لتنفيذ هذا البرنامج المشترك لكل الحكومات وهو برنامج الرئيس؟ لا، شوف هو الكلام على أنه ممكن حكومة أويحيى تجيب برنامج جديد راح يكون ضرب من الخيال. رؤية مختلفة في التنفيذ أو رجال الأعمال قال لك يا سيدي هو برنامج الرئيس فصل الماء على السياسة، تبون الذهب حماسة شديدة، أويحيى راح يديها بعيدا عن التحرش. لا شوف، احنا ما زلنا نربطه توجه حكومة توجه سياسة بوجود شخص أو غيابه. حتى الوزير الأول الآن صلاحيته الدستورية مكبل نظرا لأنه جزء من الصلاحيات ماش نفسها لما كان رئيس الحكومة، وبالتالي الكلام على رؤية راح يكون شيء مبالغ فيه. أنت في الأصل يعني ديمقراطيا ما زال العهدة هذه سنة ونص أو سنتين وتنتهي، فالأصل أن الكلام حتى
حتى التزاما مع ما يسمى بدعم الديمقراطية اللي يتكلموا عليه، المفروض أنه حدود نشاطك وحدود وعودك للشعب في حدود ما بقي لك من العهدة. من العهدة ولا واحد يضمن لك تجدد العهدة ولا تزيد، لكن ما تضمنه البيان يتكلم على رؤية، حتى تكلموا على قضية الإجراءات اللي في الجانب المالي وأعطوها مدة 5 سنوات. فأنت الآن أمام حالة نوعا ما غير متزنة، المفروض أنك جاي في نهاية عهدة تقريبا في الجزء الاخير تتكلم على تحكي حتى 2019 وتوقف من بعد ما عندكش علاقه. اولا انت مطالب بانك تمد بعض الثمار مما وصلت ليه، مما طبقته من البرنامج تاعك في السنتين ونص ولا ثلاثه اللي في العهده الاخيره المفروض تقول عليها وتعدل في هذا. اوكي هو البرنامج لا سامحني معليش، البرنامج السياسي قد يحاسب عليه بمده العهده، ولكن الحكومات من حقها تمد رؤيه 2050 صحيح 2040. لكن هل يعقل انك تجي انت، احنا نتكلم على نظام سياسي لم يتغير منذ 17 سنه هل لما او 18 سنه، هل يعقل انك لما تجي انت في الساعتين الاخرين اللي هما بالنظر لما بقي وتقول راح ندير رؤيه باش ننتقل، وهذا الرؤيه تتضمن كثير. المعطيات اللي كانت عندك فيها 17 سنه اختلفت بين سنه واخرى على الاقل سنة. في السنتين الماضيتين هل اختلفت المعطيات بين يحيى وتبون؟ لم تختلف. لما تلقى بيان اللي صادر على مجلس الوزراء يقول تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار، لما تتكلم على تحسين محيط الأعمال من أفسده؟ من أفسده طوال هذه المدة؟ ولكن لا تنكر بأن البيان الذي قدمه السيد تبون على الأقل ما سمعناه في البرلمان كان ينبئ بلغة مختلفة تحديدا ما تعلق بهذه النقطة. يعني كل شيء كان على مستوى الكلام، فصل المال عن السياسة ما نزلش للواقع. معليش يا سيدي تجي غير بالكلام في البداية ومن بعد سهل الحال. إذا كان كل مرة لما واحد يدير تصريح أو يحط سياسة نعتقد بأن راح تدير كارثة ونحاولوا نغيرها، ما اعتقدناش سيد قعد شهرين وطار يعني أو 79 يوم لأنه لذلك ما تقدرش تحكم عليه وما نقدرش نقولوا بأن يحيى جاي برؤية جديدة برؤية مختلفة، وإن كان يحيى هذا ليس جديدا على النظام أيضا. هذا هو سؤالي أستاذ صخري حول هذه الوعود الكبيرة، تعزيز الإصلاحات، دفع مسار الإصلاحات. أستاذ بشوش يحكي على حكومة وكأنها لفترة انتقالية أو لتحضير مواعيد سياسية، ماشي برك المحليات نحكيه على رئاسية 2019. هل تعتقد بأن حكومة بمثل هذا الضيق في الوقت وهذه المهمة المحددة يمكنها أن تستعمل في بيان أو مخطط عملها كلمات كبيرة كدفع الإصلاحات، تنويع الاقتصاد وغيرها اللي تحتاج ربما كما قال 17 سنة ما دلناهاش، بلك من 62 ما دلناهاش؟ والله حينما يعني نخوض في محتوى يعني هذا المخطط، حينما نقرا البيان هو عباره عن يعني اكثر من خطوط عريضه، عباره عن شعارات كبيره رنانه وجدناها في كل الحكومات المتعاقبه، يعني كل حكومات تتحدث من الناحيه الامنيه على الحفاظ على الاستقرار، تتحدث من ناحية المشاكل الاجتماعية أننا نواجه مشكلة السكن والمشاكل الأخرى، إصلاح المنظومة التربوية وتنويع الاقتصاد ويعني الشروع في أو تطوير ما يسمى بهذا النموذج الاقتصادي الجديد. الآن بالنسبة للاختلاف ربما الموجود بين يعني حكومة تبون أو طرح الوزير الأول السابق تبون والوزير الأول الحالي، هو أنه الأول يعني تبون تحدث عن فصل المال عن السياسة، ويعني ويحيى تحدث عن أمر آخر هو أنه توفير المناخ للاستثمار ولرجال أعمال، معناها هناك اتجاهين مختلفين. لكن التناقض الأول الموجود هو أن كلا الطرحين في فترة وجيزة يقول باسم رئيس الجمهورية وتحت إشراف رئيس الجمهورية، معناه هنا تناقض، لأنه إذا نتحدث عن طرحين مختلفين يعني تحت نفس الرعاية معناه أنه هناك يعني. ولكن إن دققنا في التفاصيل على بالي بلي صعيب أنه منطقيا تلقى بلي طرحين مختلفين لبرنامج واحد، ولكن السلطة تقول بأنها تريد محاربة الفساد حتى وإن اعتبرت هذا شعار من الشعارات الموجودة في المخطط، ولكن يجب أن نفرق بين المال الذي يعمل على الاستثمار وزيادة فرص التنمية والمال الوسخ الذي يتم تهريبه إلى الخارج. ما فعله تبون على الأقل في نظرة خصومه أنه أعطى صورة سيئة عن الاستثمار في الجزائر، ربما هذا الذي سيختلف عندما يقول يحيى بأنني أريد بناء علاقة ثقة وقالها في الثلاثية مع
الشريك الاجتماعي ومع أرباب العمل. يعني هذا هو الاختلاف في التفاصيل. المشكلة المطروح هو أن رجال المال حتى لا نقول رجال الأعمال هم لم يستثمروا، هما يعني أشخاص يعني أخذوا قروض، لكن لم نلاحظ ذلك الاستثمار الذي أعطى حركية اقتصادية في الجزائر، والدليل على ذلك أننا نتخبط في أزمة مالية. هذا هو المشكل المطروح. المشكل الثاني هو أنه إذا يعني نخوض في محتوى البيان نطرح سؤال، نقول كل هذه الحكومات وكل هذه الوزارة بما فيها سيد أحمد أويحيى يعني ينتمون إلى منظومة، لأنه هو كوزير الأول أو رئيس حكومة يعني تولى المنصب، وتولى هذا المنصب حينما كانت هناك وفرة مالية. السؤال الذي يطرح الآن معناها الأشخاص الذين لم يستطيعون تسيير شؤون الأمة حينما كانت وفرة مالية كيف يمكنهم تسيير حلها حينما تكون هناك ندرة مالية؟ كذلك أنه نتكلم عن انتقال اقتصادي، هناك حديث عن انتقال اقتصادي وهذا إقرار بالفشل، ثم يعني في المضمون نتكلم عن وضعية خطيرة تعيشها الجزائر من ناحية الاجتماعية من ناحية الأمنية وغيرها، معناها أنه يجب على ذلك أن يرافقه انتقال سياسي. وهذا هو السؤال، ولو أن الانتقال السياسي ليس هنالك إشارات كبيرة، وإن كان كاين إشارة إذا اعتبرناها انتقال سياسي، كاين إشارة حول ضرورة التضامن من طرف الشركاء الاجتماعيين، وكاين إشارة مهمة محمد بشوش عندما ينقل على الرئيس أنه أكد بأن الشعب الجزائري قدم تضحيات من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يعني العقدين اللذان حكم فيهما الرئيس بوتفليقة، ولا يستحق أن يستحق ألا يعيش أزمة جديدة كتلك التي تشبه نهاية الثمانينيات. صحيح. وإذا كنت أنا بنظرة خبيثة أربط ما بين الافتتاحية تاع الجيش والانقلاب العسكري الذي وقع في بداية التسعينيات والذي ربطه البعض بالأزمة الاقتصادية، قد يكون هذا الربط أيضا سليما هنا على أنه مشاكل في التنمية نتجاوزها بالتضامن ولكن ليس بعلاجها عن طريق تدخل. هو احنا للأسف هل توافق أولا على هذا الربط؟ لا، هو الربط ما نوافقش أنه خبيث، هو ربط عادي يقدر أي إنسان يقراه مادام محتكم للقانون. لكن أنا نروح لك الحاجة اللي تخوف في البيان هذا، تخوف لما تكلموا مربوطة بقضية الأزمة تاع الثمانينات، تكلموا على قضية إصلاحات هيكلية واقتصادية قادمة. نفس القضية عملناها في الثمانينات، معروف على لما جاء في فترة بعد الأزمة تم اللجوء إلى عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني اللي راح ضحيته ألاف المؤسسات. بعد مدة قال والله إعادة الهيكلة هذه كرا كان فيها خلل وتم استدراكها في فترة الرئيس. الآن يتكلموا على إعادة هيكلة أخرى مع وجود السيد أحمد ويحيى اللي عادة هذا رأيي الشخصي يفضل الحلول السهلة، فهما مشوا إلى تعديل قانون القرض والنقد لتمكين البنك من إقراض الخزينة العمومية لتوفير سيولة لتسيير، سموها التمويل غير تقليدي، سمي ما شئت، لكن هي في النهاية حل سهل ولا ليس حل المبتكر. الخبراء قالوا هذا حل منطقي في هذه الظروف. في هذه الظروف أكيد، لكن تكلموا بأنه اللجوء إلى هذا الحل يجب أن يكون محددا بزمن في وجود بدائل أخرى يشرع فيها من الآن. بالمقابل أنت أمام وضع سياسي اقتصادي صعب باعتراف الدولة تقول بأن هذا وقت صعب، لكن بالمقابل تعاود تنسخ أو تكرر نفس الحلول السابقة، أمشي لتمويل سهل، دير إعادة هيكلة في الاقتصاد لا نعرف ماذا يقصد بها، شوفوا تفاصيل قد تكون ضحايا. وفكرت بلي كانت كاينة وزارة كاع كاملة اسمها الصناعة وإعادة الهيكلة. لكن ثم ذهبت. فأنت الآن أمام حتى التفاصيل غايبة، مش مشكلة لأنه بين مجلس وزراء، لكن ما تحسش بأن هناك وضوح في الرؤية. ربما قد تتضح مع قراءة هذا البيان أو مخطط العمل أمام البرلمان. لا، وقوف أويحيى أمام البرلمان لتقديم مخطط العمل. إضافة في هذه النقطة، ولو أنه موافقة كينا هو أنه حينما كان هناك حديث عن الاستقلالية الاقتصادية التي هي مربوطة بالاستقلالية السياسية والسيادة، وهنا يعني خطأ في المنظور الاقتصادي، لأنه ربطنا يعني ضمان الاستقلالية الاقتصادية بعدم لجوء الاستدانة الخارجية، وهذا خطأ. الضمان الاستقلالية الاقتصادية المرتبطة بالاستقلالية السياسية هو أنك تنتج، يكون عندك اقتصاد منتج. حتى إذا تمشي الاستدانة
ويكون عندك اقتصاد منتج ومن بعد تقدر تواجه الاستدانة. لكن هنا المشكل نتحدث أنه الاستقلالية الاقتصادية مرتبطة بعدم الاستدانة، وهذا خطأ يعني في الرؤية الاقتصادية. إذا سمحت لي أستاذ، كان إشارة فقط إلى أنه لما كان الوزير السابق تبون كان تكلم بعد ما عرض تكلم على برنامجه العام، كان تكلم على أنه راح يقوم بمحاورة الشركاء السياسيين، طرح الندوة حول الدعم، هو خلاها في الدعم، لكن كان هناك نية في مشاركة بعض الشركاء السياسيين والاجتماعيين. وقد تتوفر هذه النية عند ويحيى أيضا قبل البلورة. لكن وش تحس لما تشوف مثلا في افتتاح مجلس الأمة تكلموا على أنه قانون النقد والقرض راح يمشي بشكل استعجالي، لما تشوف بعض الإجراءات تحس بأن البرنامج بين قوسين، إذا سميناه برنامج تفقوا عليه ولن تكون هناك استشارة وحتى نبلغه والأمور ماشية. ولكن عندك موافقة ممثلي الشعب، واش تحتاج موافقة أكثر من هذا؟ عندك البرلمان. لكن أنا إذا كان ولا كل نقطة ندير فيها ندوة. لا خليني نمشي. القدوغين هذا. لا بس هو لما يتكلم حتى الرئيس أكد على أنه يجب تعزيز الديمقراطية والذهاب إلى الديمقراطية التشاركية. أوكي بس صح، ماشي كل ملف تفتح عليه ندوة حوار وطني. لما تمشي لإعادة هيكلة الاقتصاد. اللي ممكن تروح ضحيته مؤسسات كبيرة، ممكن مسار أسري يتغير. ولكن أنت قلت في كلمة قبل قليل بأن هذه الحكومة راح ترتبط بعملها ويعني تنفيذ قراراتها على أرض الواقع. هذه الحكومة مشكلة صوريا أو شكليا من الأغلبية البرلمانية، هي حكومة الرئيس تنفذ برنامج الرئيس، ويحاسب عليها من ينتخب الرئيس ومن يوافق على مخطط عمل الحكومة في البرلمان. ولكن الاستدانة، لأنه مسألة الاستقلالية هذه مسألة مهمة، وتعرف باللي باش نربطوها برخص الاستيراد، ويحيى ألغى قرار إلحاق الفصل في رخص الاستيراد بالوزارة الأولى، وقال بأنه كان مدير التجارة الخارجية هو الذي يفصل في هذا الأمر، وما مش مستحقين بيروقراطية زيادة اللي دارها النتبون. هذا كلام ما يوحى يعني من تصرف ويحيى. تشوف بأن رخص الاستيراد تقول على الاستقلالية عندها علاقة بالمنتوج، وين راه المنتوج الوطني؟ وانت قبل قليل قلت رجال المال يدوا قروض وما ينتجوش. نعم. وحتى على مستوى ردة فعل الشارع، شوف رخص الاستيراد لما جات بون قال حبست المايونيز والفرماج والشوكولا وكذا، راه قربت نوض احتجاجات على الفرماج اللي زاد وافتقد في الأسواق وغيرها، وبدت تململ اجتماعي يعني، وكأن الأمر مرتبط. هذا هو مفهوم التضامن، وهكذا أفهمه، الذي يدعو إليه الرئيس الآن مع الشركاء الاجتماعيين ومع المواطن، يعني هي عملية متكاملة. شوف، أساس العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم يجب أن يكون مبني على المصداقية وعلى ثقة الشعب. إذا الشعب هو يحس أنه صوت عليك، وانت كسياسي وكمسؤول عندك مصداقية، حتى إذا تجي للشعب وتخاطب الشعب بكل صراحة، تخاطب الشعب الجزائري بكل صراحة وتقول ما كانش الفلوس، راح نمروا يعني مراحل عويصة مدة 10 سنوات، تكون عندك المصداقية. ماشي دوك الشعب انه يشوفك انت هو السبب في الأزمة، والشعب انت اللي استفدت بالبحبوحة المالية، هو ما استفدش بالبحبوحة المالية، وبعد تقول له انا يعني هذا لا يتضامن معك، هذا ما يقدرش يتضامن معك، تقول له انا دوك نجي نعاقبك انت يا نعاقبك يا جزائري، وندير لك الندرة وندير لك تقشف وندير لك غيرها من الامور. لهذا انا نقول لك، قلت لك ما نقدرش نديروا انتقال اقتصادي دون انتقال سياسي، هذا الامور لازم تمشي مع طيب بعضها البعض. طيب الانتقال السياسي، اللي حكينا بان نية الحكومة السابقة التي لم تتغير كثيرا مع الوزارات المهمة التي لها شأن اقتصادي، كان عندها نية في الحوار في مسألة الدعم، والرئيس يحكي هنا عن اهتمام خاص بترقية الشغل والشباب والثقافة، وتبقى العدالة الاجتماعية محور عمل الحكومة. وزير الطاقة قال بأنه المستهلكين الكبار سيدفعون السعر الحقيقي، المواطن العادي لن تكون هناك زيادة. وزير المالية عبد الرحمن راوية قال قانون المالية الجاي ما فيه زيادات. يعني هل هنالك انعكاس على يعني انعكاس على قرارات الحكومة لهذه السياسة وهي الحفاظ على العدالة الاجتماعية؟ والله العدالة الاجتماعية، أولا احنا نشوفه فقط النسيج الاجتماعي الجزائري اليوم
انا نلاحظ وهذا شيء مخيف، ما كاش طبقه متوسطه، اندثرت الطبقه المتوسطه، انقرضت. وهي الطبقه المتوسطه مهمه داخل المجتمع، لان هي اللي تحافظ لك على التوازن الاجتماعي. دخول عندنا طبقه ثريه جدا وطبقه فقيره، يعني حتى الطبقه المحسوبه على الطبقه المتوسطه هي لا تعلم انها طبقه فقيره، يعني بحكم المعطيات الاجتماعيه الاقتصاديه التي تعيشها الجزائر. وبالتالي اظن ان يعني الحل في الوضعيه الحاليه، لانه شوف ما نكذبوش على روحنا، الازمه الماليه اللي راهي موجوده اليوم تؤدي الى يعني تدابير تقشفيه صارمه، هذه في كل الدول، كل دول العالم اللي واجهت. شوف الدول في بعد 2008، الدول في الولايات المتحده الامريكيه ولا الدول الاوروبيه، الدول الغربيه اللي واجهت ازمه ماليه مشات للمواطن وسرحت العمال، وفيما يخص الاستيراد الجزائر لازم يوقفوا، كاين يعني الاستيراد يكون تدابير صارمه، لانه الاموال هذه اللي تمشي للاستيراد لازم نحولها الى استثمار في نفس المنتجات. وبالتالي المشكل الموجود اليوم أو الحرج الموجود اليوم هو ليس في التدابير بل في المصداقية. الشعب اليوم ما يقدرش يمشي مع هذه التدابير التي هي لازم نجوزوا عليها، هذه التدابير ما يقدرش يمشي معاك، لأنه يشوف أنه السياسي اللي راه يتكلم على هذه التدابير هو ما عندوش مصداقية أمام الشعب، لأنه يعني تربطها دائما بقضية المصداقية قبل تقديم أي سياسة. شوف، لأنه نجاح العملية الاقتصادية هو سياسي، لهذا لدينا الاقتصاد السياسي. ولو أنه هذا يتعارض مع مسألة التضامن، لأنه أنت لما تقول تقشف وتاخذوا إجراءات صعبة، من المفروض تغمض عينيك على هذا الشخص أو تقيس مدى مصداقيته، لأنه ربما الظروف الصعبة تخليك ربما تتضامن مع من لا تحب أو مع من ليس لديه مصداقية، لكن لا تتضامن مع شخص لا شخص لديك قناعة أنه سرق أموالك. هذا هو الشعب وش راهو يفكر، هذا هو الشعب. هو تفكير الشعب يدرك إلى لا، هو تتضامن مقابل الشعب كي تقول له أنت يا السكنات هنا المصادقة على عقود إنجاز سكنات مش لا مصداقية لا والو، إلا عطيته غدوة وزعت سكنات يقول لك مرحبا. لكن الملموس، هل كل الشعب الناس اللي راهي على الأقل من ينتظرون هم نسبة كبيرة ومن حصلوا أيضا؟ هو في النهاية الأصل أن الشعب هو مول الدار، مش لا الحكومة تمزي عليه ولا الأحزاب يعطيه شيء جديد، هو السيد. الإشكال هنا احنا نعيش أزمة اقتصادية ولا خلينا نسميها أزمة مالية، مش لسنا وحيدين، كثير من الدول عاشت الأزمة هذه. الإشكال راه في معالجة الأزمة. احنا عشنا أزمة سياسية وأخطأنا في معالجتها في مرحلة ما أو في أخرى. نعيش في أزمة اقتصادية والخوف على واش؟ أن المعالجة تكون خاطئة، أن المعالجة تؤدي إلى نتائج سلبية، ومن بعد نولوا نقولوا رانا أمام الأمر الواقع، لأنه ما نقدروش نقبله كمواطنين بساطة. أنت تتكلم لي على أنه كل من تكلم في الفترة الأخيرة أو في 10 سنوات هذه أو في 17 سنة يتكلم باسم برنامج رئيس الجمهورية، تتغير أشكال وألوان هذا البرنامج في الفترة الأخيرة. للأسف لم يعد الرئيس يستطيع أن يقنع الشعب بأي خيار، لم يعد يكلم الشعب. فما تلومش الشعب لما يتلقاه في حيرة، هل يقبل هذه السياسة أو يقبل السياسة الأخرى. الآن أصبحنا نقول باللي اليوم لا نستطيع أن نقيس أيضا عدم موافقة الشعب على كل القرارات أو نربطها بظهور الرئيس أو غيابه، ما عندناش قياس موضوعي. باش نكون نهاني هنا، مثال باش نكون نهاني هنا، ما عنديش قياس. عندي انه ناس حتى الان تنتظر توزيع السكنات، تربط مصداقيه السلطه بالمنحه المدرسيه، غدوة دخول اجتماعي اسكو ندي 3000 دينار ولا لا، بالكتاب المدرسي هل توفره لي باسعار مناسبه يعني او لا. هنا للاسف حتى سوء التسيير لحقت آثاره إلى أن المواطن اللي هو ذكي جدا أصبح لا يأمل فيما لا يمكن الحصول عليه. هو الآن يتكلم يشوف باللي إذا يطالب حاجة على سنتين ما تجيش، يطلب اليوم فقط. فهو الإشكال، أنت لما ينزل سقف الأهداف على مستوى القيادة ويجي نازل حتى للشعب، الشعب اليوم لما تكلم له على 2019 ولا 2020، هو الآن يقول لك أنا كيف نكمل الشهر. فهو الإشكال لما المنظومة حيني اليوم وقتلني غدوة، هذا هو التعبير. هو المشكل أنه خايف أنه هذا الأسلوب يستمر لسنوات. طيب شوف في هذا السياق بطل نعطيك نقطة، نعطي لك مثال. شوف الشعب مثلا في بعض البلديات الآن في العاصمة ما عندهمش الماء، كانت عندهم 10 ايام ولا ولاية عندها أزمة تعمية، الولايات الأخرى. أنا نتكلم لك برك على علاش أعطيت لك هذا المثال. يقول لك ما كاش الماء، وزير يتحدث عن تبذير الماء يعني يوم العيد. ها، في نفس الوقت هذوك البلديات راهم
أمام ولا محيطين جغرافيا بإقامة الدولة، ويشوف أن إقامة الدولة فيها دعم وفيها يعني وفرة من الميزانية العمومية. الآن الشعب يطرح لك سؤال، يقول لك بدأت تقشف لي في إقامة الدولة، وعلاش هذه إقامة الدولة هذه راهي موجودة معناها في نادي الصنوبر أو في مناطق أخرى، هذه راهي موجودة من على ظهر الخزينة العمومية، ما دخلنا حتى موارد. إذا نبدأ التقشف باش نعطي مصداقية والشعب يتبعك في التدابير، لا باش يكون ايضا باش نوسع الفكره انت. مساله التضامن نبدا من مسائل بسيطه. ذكرت وزير الموارد المائيه 16 ولايه تعيش ازمه مياه، يعني حتى ولايه عنابه مؤخرا صارت لها ازمه، والوزير خرج بتصريح قال باللي والله ما عرفنا واش نديروا، هل نعطوا الماء المركب الحجار ولا نعطوا للمواطنين، وفرنا صهاريج وما حليناش المشكل ووفرنا كذا، والوالي تدخل والوزير تدخل وما تحلتش المشكله. واليوم سمعنا باللي قطعت المياه حتى على مركب الحجار، كيف دوله تريد تنويع الاقتصاد وعندها مركب صناعي كبير مثل هذا ما تقدرش توفر له الماء. ومساله تضامن ثانيه، في العيد هذا كثير من المواطنين شراوا اضحيه ولقاوها لحم فاسد، يعني وزير فلاحه قال 400 500، يعني ماهيش ازمه كبيره، على الاقل هذا الوزير يتضامن مع هذا 400 ولا 500 اللي جاوا قليل، ومن بعد نطالبوا المواطنين يتضامنوا مع الحكومه في التقشف. يعطيكم الصحه سفيان صخري ومحمد باشوش على مشاركتكما معي هذا المساء في الحوار. مشاهدينا الاعزاء، الحدث يعود غدا، تصبحون على خير.